كرة القدم تعيين الألماني فيليكس براخ لإدارة نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وريال مدريد في ملعب ويلز الوطني بكاردف. براخ سبق له أن عين حكما في 5 مباريات ضمن دوري الأبطال هذا الموسم ومباراة في ربع نهائي الدوري الأوروبي. الحكم البالغ من العمر 41 عاما كان أيضا ضمن فريق التحكيم في بطولة أمم أوروبا 2016، كما أدار نهائي الدوري الأوروبي عام 2014 بين إشبيليا وبنفيكا، ويساعده في إدارة نهائي كارديف مواطنه مارك بورش وستيفان لوب.